إذن في هذه الأثناء قوات الاحتلال تمنع طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من إدخال بعض المساعدات الإنسانية لأهالي مخيم طول كرم في ظل حصار شديد ومطبق على المخيم. هذه صورة من أمام مخيم طول كرم في هذه الأثناء، تدقيق في هويات المسعفين ومنعهم من التقدم نحو مخيم طول كرم. هذه مشاهد لقيام قوات الاحتلال لعرقلة طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء محاولتهم إدخال المساعدات لأهالي المخيم في ظل الحصار المطبق على المخيم. وكما تشاهدون يظهر في الصورة أيضا أمامكم جرافات الدي 9 التي دفعت بها قوات الاحتلال نحو المخيم قبل قليل.